الله يكبر بك. مرحبا بك عندنا عبر سكايب مدريد العاصمة. من مدريد كتحدثنا سي عبد الحق، وانت الفاعل الجمعوي المعروف في اسبانيا. يعني اولا نسألوا كيف قضوا المغاربة هذه الليلة التاريخية بعد الانتصار على اسبانيا؟ اولا قبل كل الشكر لكم جزيل الشكر الاخ منير. المغاربة ماشي غير ليلة البارح، المغاربة هم مع الفريق الوطني منذ بداية إقصائية كأس العالم، ولكن البارح كان ليلة امتيازية نظرا لك لعبوا ضد واحد المنتخب عريق والمنتخب الإسباني، وكان عندنا معهم كما كنقولوا بالإسبانية هنا دودة، يعني كان واحد الكريدي علينا ديال سنة 2018 اللي كنا داونا واحد الماتش. فالبارح كان يوم عظيم أننا استرجعنا ورجعنا أنه القوة ديال المنتخب المغربي، ماشي من والده، ولكن 2018 المنتخب المغربي فهو دائما في الصدارة ديال المغرب العربي وشمال إفريقيا. نعطينا الأجواء العامة اللي عاشها جل المدن إسبانيا أمس. في الحقيقة هذا عرس، ماشي هذا عرس، بدأ من الساعة الرابعة، هناك مساندة بدون استثناء مع الجالية المغربية، الجالية الإفريقية، الجالية العربية، منذ انطلاق المقابلة في الساعة الرابعة إلى ضربات الجزاء. كان هناك عرس، هناك تشجيع من طرف الجالية وخلاء عن بعد، ولكن هناك التحام وهناك روح وطنية قائمة بالنسبة للمغاربة في هذا الباب ديال المنتخب المغربي، كان عظيم. وهذاك كنا البارح نتحدثوا أن البارح كان هو 6 ديسمبر تزامنا مع 6 نوفمبر، فكان التاريخ يعيد نفسه كرة أخرى. تحت كنا تحت سنة 1975 تحت رجوع استرجاع المناطق الصحراوية تحت القيادة ديال حسن الثاني رحمة الله عليه، والآن تحت القيادة الشابة الرشيدة ديال محمد الثالث نصر الله. نعم، يعني قبيل هذا الماتش هذا كانت عدد من الدعوات من جمعيات ومن عدد من الفعاليات المدنية للمغاربة وحتى للإسبان من أجل تحلي روح رياضية، يعني كانش ما يسيء لهذه المقابلة هذه. أنا كنت ربما صلتك واحد الفيديو ديالنا أنا في المسجد الليلة الاثنين بعد صلاة العشاء، تحدثنا مع الإخوان ومع الآباء على أننا نحن نعيش في بلد إسبانيا، بلد وبلد الإقامة لنا، وهناك نحن هناك لنا أبناء هم إسبان من أصول مغربية. اللي كان التحدث عليه هو أننا يمكننا الاحتفال بجل الطرق إلا بالطرق العشوائية، نحتفل كيف ما بغينا، كان الاحتفال يكون نعبروا على الشعور ديالنا، نعبروا على الاحتفال ديالنا، على الفرحة ديالنا، ولكن باش ما نقيسوش احتراما للجار ديالنا وما نقدموش بتخريب المسائل العمومية أو المدنية. فهذا كان هو النصيحة اللي كنا كنتحلوا بها الأبناء ديال الجالية. ولاحظتوا بأن إسبانيا لم يكن، حتى الصحف الإسبانية والإعلام الإسباني تحدث على أن الاحتفال المغربي كان راقي ولم يكن هناك أحداث شغاب ولا كذا، كانت أحداث صغيرة، ولكن الحمد لله كل شيء لازم بخير وعلى خير. احتفال نساء رجال أطفال في كل الشارع، الشوارع الإسبانية برمة المملكة الإسبانية كانت كأنها مملكة مغربية بالأعلام الوطنية. يعني حتى الإسبان يعني كيف تلقوا هذه الهزيمة على مستوى شوارع مدريد؟ الإسبان يختلفون إلى نوعين، هناك الإسبان المتعصبين للفريق الوطني ديالهم ولكرة القدم الإسبانية، وهناك الذين هم يخوضون بروح رياضية. الإخوان اللي خذوا بروح رياضية كان هناك تعانق وكان هناك تهنئة، وكان اليوم أنا كنت في العمل ديالي الصباح كان هناك تهنئة من طرف الرفقاء ديالنا في العمل، وكان زيارة عندنا للعمل كان تهنئة. ولكن المتعصبين هم هو الحقيقة أن الإسبان يتمنون أن ينهزمون أمام أي فريق إلا الفريق المغربي. علاش؟ وهناك عامل قرب، عامل نحن من البحر الأبيض المتوسط، دول البحر الأبيض المتوسط عندنا تقريبا نفس الدم سخون بحالنا بحالهم، يعني يتعصبون على هذه المسألة. وهناك تاريخ، نحن عندما نتحدث إلى الأندلس وندخل إلى غرناطة وإلى سيفيا نتحدث إلى بلد الأجداد، إن هناك تاريخ بيننا وبينهم. إذن هناك نعم، يعني كيف تناولت الصحف الإسبانية والمواقع ووسائل الإعلام هذه الهزيمة المنتخب؟ بعد المقابلة نتبع التحليلات ديال مجموعة من الصحف، كانوا يعتقدوا بأن المنتخب المغربي هو منتخب سهل، ولكن الناس المتحنكين في الرياضة قالوا بأن وليد الركراكي حفظه الله
انه كان عنده خطه استباقيه لكل دوله عندها كيفاش جيره الماتش، ولكن الصحف الاسبانيه كانوا اطاحوا باللوم على لويس ريكي واطاحوا باللوم على ضربات الجزاء، قالوا باننا لم نتمكن من وضع ولو ضرب جزاء. الفضل يرجع الى الله عز وجل والحارس العملاق الحارس بونو الذي من اولاد المنبر نتوجه له بالتحيه احتراما وتقدير لهذاك الشاب، هو حارس ديال اشبيليا سيفيا، ونتمنى له فريق اكبر من فريق سيفيا ان شاء الله في المواسم القادمه. طبعا الحل هذا نصر مغربي ونصر عربي ونصر اسلامي، كيف كان يعني رد الفعل ديال الجاليه العربيه والاسلاميه هناك في مدريد واسبانيا عموما؟ والله العظيم هناك دعم من جميع الدول الافريقيه وبعض الدول الاكوادور وبعض الدول ديال بوليفيا وبعض الدول، يعني هناك التحام حول المنتخب. اللي استطاع به المنتخب المغربي الان هو انه استطاع يجمع مجموعه من الدول على كره القدم جمعتهم على هذا الحب هذا، وان هناك اعتر بعض الجاليات عرفت شكون هما المغرب، كاين اللي ما كيعرف المغرب غير بالسياحه ولكن عرفوه في الميدان الكروي، رغم اننا دازوا عندنا لعابه قدام. انا تحدث انا والستينات وتحدث على السي احمد فراس، سيلار رعد، عزيز بودربالة، عزيز ديدي الله يرحمه، مجموعه من اللاعبين اللي دازوا في المنتخب العربي الله يرحمه، يعني تفرجنا عبد الاله مرزاق، حسين ديال الاتحاد المحمديه ديال السله، يعني تفرجت مجموعه الكره المغربيه كنت كنتبعها بشغف. ولكن هذا الجيل جيل جديد بخطه جديده وبتحفيز جديد، وهذا يدل على ان ابناء الجاليه، لان كنشوف المنتخب المغربي يتكون من مجموعه من ابناء الجاليه، الروح الوطنيه لا تنعدم من المغاربه، كيفما كان اصله وكيفما كانت جنسيته تبقى ذلك الروح شاعله فينا الى حتى كنموت. ديك الروح كتبقى بين عضو وطنيه، ما كيمكنش تبدل شي حاجه روحيه، ما كيمكنش تبدل، ما انطوكابل، شي حاجه في الدم كتجري. نعم، كسؤال اخير سي عبد الحق، حنا على بعد ايام قليله من مواجهه جار اسبانيا اللي هو البرتغال، يعني كيف ممكن توقعات، شنو هي التوجيهات اللي ممكن نعطوا للجمهور ايضا حتى اللاعبين والمدرب كذلك؟ انا التاريخ عندنا تاريخ مع البرتغال، عندنا تاريخ ديال 86 خيري كريمو، عندنا تاريخ مع ما كيعرفونا في هذاك الجيل، وعرفونا في 2018 إصابة واحدة ما كانتش اللي أثرت علينا، ولكن نحن لا نخشى أحد، نحن شعب التحدي كما قال الحسن الثاني، نحن شعب التحدي، احنا ما كتخلعنا لا البرتغال ولا البرازيل. الوليد الركراكي له خطط باش كيمشي مع كل فرقة وفرقة، كاين المدرب اللي كتعرفوه ديال اتلتيكو مدريد كيقول بارتيدو بارتيدو، ماتش بماتش، حنا كنجيو ماتش بماتش، ما كنلعبوش ثلاثه ديال الماتشات، كنلعبوا ماتش بماتش. انتهينا من اسبانيا، لنا خطه وتدريب واستعدادات للبرتغال. البرتغال لها فريق، انا حتى تفرجت المقابله البارح ديال السال واحد مع سويسرا، رغم سويسرا فريق شويه ناقص، ولكن التغييرات اللي قام بها المدرب البرتغالي باش توضع ان كريستيانو رونالدو في الاحتياط، راه تكون عندك شجاعه كما توضع ميسي. اذا كان عند البرتغال رونالدو وعند الارجنتين ميسي وعند فرنسا مبابي وعند البرازيل نيمار، فعندنا فريق متكامل، زياش عندنا، بوفال عندنا، مرابط عندنا، حكيمي عندنا، واحد مجموعه لعابه. اذا هادو كلهم حنا عندنا في كتله، هما عندهم فرد، حنا عندنا الكتله، والكتله دائما كتفوق الفرد. المتوقعات ديالنا ان الماتش غنجيو غادي نديو ان شاء الله الى نصف النهائي. شكرا جزيلا سيدي عبد الحق على هذا الامل، نكون قد انهينا وتحدث معنا سيدي عبد الحق من مدريد، شكرا لك وتحيه لجميع الجمهور. تيراماتي سيدي منير، احنا راه الاشاره يوم السبت ان شاء الله نتصلون ونكونوا بلقاء اخر عبر البرتغال. شكرا.